الفنان الكبير نجم الدراما السورية لهذا العام وكل العوام طبعا. أهلا وسهلا فيك معكوشيا. مر وقت على رمضان بس للأسف ما صرنا نلتقي معك إلا اليوم. تجربة رمضان لهذا العام كسر عظم مع وقف التنفيذ، جوقة عزيزة، حارة القبة، كل هاي النجاحات ماذا تعني لخالد القيش؟ الحمد لله، يعني الواحد بياخذ طاقته من آراء الناس ومن ردة فعل الناس. يعني كنت بتمنى انه دائما بس يكون في عمل عم بيشتغله، شوف ردة فعل الناس بعد ما يخلص المسلسل ببين معي انا من الناس اللي عم شوفهم والناس اللي بتبعت. يعني الحمد لله، يعني سنة موفقة كانت بالنسبة لي، خاصة بحارة القبة وكسر عظم، لأنه هن اثنين أساسيين بالنسبة، كنت دور الأساسي هون وهون، بالإضافة لجوقة عزيزة ومع وقف التنفيذ اللي حبيت شارك بأعمال مهمة تكون ويكون في شيء هيك مختلف فيها. هل تشهد الدراما السورية تعافي بعد هاي التجربة لهذا العام؟ لقلك شغلة، هي فكرة أنه تتعافى الدراما السورية، أنا بالنسبة لي هي الدراما السورية أكيد مرقت بمشاكل، ولكن هي تتعافى مو من هلأ، هي نتيجة تعافي من قبل 4 سنوات. نحن من 4 سنوات عم نحاول قد ما فينا نرجع نبني دراما سورية الناس بتحبها، اللي لها علاقة بالواقع اللي منعيشه بحقيقة، ونكون فعلا صادقين مع الجمهور. شوي شوي التراكم، وصلنا للسنة انه عملنا مع وقف التنفيذ وكسر عظم مسلسلين قدروا يوصلوا للناس اللي نحن كنا نعمله من قبل 15 سنة و10 سنين بالدراما السورية بهي الطريقة. تشابه أدوارك مع وقف التنفيذ وكسر العظم هو لأنه هذا الدور بيشبه خالد على أرض الواقع، أو لأنك قادر على أتقان هذا الدور؟ لا، هي القصة مو هيك، القصة أنه أنا بالنسبة لي بسمعها كتير هي الملاحظة، أنه أنت اشتغلت ضابط، وكمان أنا دقيقة صمت هو الأساس يعني اللي تأثرت بالعميد عصام، بس أنا بالنسبة لي كان كسر العظم هو تحدي إلي شخصيا كممثل، هل أنه أنا بطلع بشبه العميد عصام بالرائد مروان أو لا أنا كممثل، مع أنه غير نوع وغير طريقة وغير دور. فحاولت أعمل أنه حتى بعمل دكتور 4-5 أدوار، بعمل مهندس مدريش، بعمل مدير، فهذا لا يعني أنه أنا ما أعمل مدير بعدين، ولكن أنا بدور على الدور اللي بدي أعمله إذا كان ضابط جديد يكون له منحة تانية، شخصية من لحم ودم، مو كل الضباط شبه بعضها، ولا الممثل لازم يكون بيشبه حاله. فحاولت قد ما فيني أنه بين الفرق ما بين العميد عصام وبين رائد مروان، إن شاء الله كنت وفقت فيه، وبنفس الوقت يعني حسيت انه فيني اعمل اشياء جديده انا ما عاملها بدور ضابط تاني. يعني بس اكيد اذا بدي اشتغل ضابط للمستقبل اللي عم يسالوا اكيد راح يكون دور يعني خاص كتير بينلعب فيه لاعمله. يعني بعد هاي النجاحات خالد القيش من شو بتخاف؟ ما بخاف غير من شغله واحده بس، هي لها علاقه انه يخف الشغف عندي. انا كتير شغوف تجاه الفن، بحب المهنه كتير وكلفتني كتير بحياتي أشياء خاصة فيني لقدرت وصلت لهون. أكيد 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 بحافظ على هذا الشغف موجود، طالما الشغف موجود والاجتهاد موجود الواحد بيوصل.